شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ندوة عن التغيرات المناخية في إطار استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ COP27. وقال عضو التنسيقية حسام الدين محمود إن التنسيقية أطلقت لجنة المناخ بهدف حشد جهود المجتمع وبناء القدرات نحو العمل المناخي. وتحدث المشاركون في الندوة عن أهمية قمة المناخ القادمة ودور مصر في العمل المناخي والمشروعات المنفذة في هذا الإطار، وكذلك التزام الدول بالتعهدات نحو التكيف المناخي والحد من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية.